للحديث أكثر عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكيان المحتل في فلسطين وتصريحات عن عودة الاستيطان في وقت أعادت في السلطة الفلسطينية أعادة التنسيق الأمني، ينضم إلينا السيد محمد القيق الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني عبر سكايب من الضفة الغربية. أستاذ محمد، بداية مرحبا بكم. زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الكيان الصهيوني قبل أيام من انتهاء ولاية رئيسه، كيف تقرأ توقيت الزيارة؟ نعم، تعتبر هذه الزيارة زيارة استفزازية من النوع الدبلوماسي الجغرافي، لأن هذه الزيارة لأرض محتلة عام 1967، وبحسب قرارات مجلس الأمن وبحسب قرارات الشرعية الدولية وجب على إسرائيل الانسحاب من هذه الأراضي، لأنها اعتبرت ضمن قوانين مجلس الأمن أنها هي أراضي فلسطينية. وبالتالي الخارجية الأمريكية تخرق وتنتهك القانون الدولي في ثالث مرة. المرة الأولى هي نقل السفارة إلى القدس المحتلة، حيث أن هناك جدل كبير وواسع بعد نقل السفارة، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية حيث أن القدس لا تعتبر عاصمة إسرائيل. النقطة الثانية وهي حالة إعلان القدس عاصمة أبدية للاحتلال الإسرائيلي، وهذا أمر مخالف. والنقطة الثالثة جاءت بزيارة المستوطنة البسغوت المقامة على أراضي المواطنين في البيري في بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية في الأرض المحتلة عام 67، وكذلك زيارة الجولان، وأيضا إدراج والتحضير لإدراج البي دي اس وأمنستي وغيرها من المؤسسات تحت إطار أنها في معادات السامية، وهذا أمر أيضا خارق لما ينادي به الاتحاد الأوروبي من أن المستوطنات غير شرعية، من ما ينادي به مجلس الأمن بأن المستوطنات غير شرعية، بكل الدول التي تقول نعم لدولة فلسطينية في حدود رابع حزيران عام 67. وبالتالي الآن هذه الزيارة محاولة أخيرة لإهداء نتنياهو شيء من الجميل حتى يتسنى استخدام نتنياهو في الأسابيع المقبلة لرد الجميل لترامب في خارج الأراضي الفلسطينية، ودعنا نقول أنه سيكون رد للجميل في الساحة الإقليمية. نعم. بومبيو خلال زيارته للكيان المحتل أعلن من داخل أحد المستوطنات أن منتجات المستوطنات في كل من الضفة الغربية والجولان المحتل تعد منتجات مدعومة من الإدارة الأمريكية. ترى يعني ما الرسالة التي أراد إرسالها بومبيو قبل تسلم الرئيس بايدن مهامه؟ نعم، ترامب في أزمة كبيرة في الانتخابات الأمريكية، وكذلك نتنياهو في أزمة خانقة جراء حالة الجمود السياسي في إسرائيل وعدم تشكيل حكومة جراء انتخابات، وهناك مسيرات ضخمة تطالب بتنحي نتنياهو. وبالتالي الآن تحاول الإدارة الأمريكية التي سعت إلى صفقة القرن وقامت بأعمال التطويع والترويض والتطبيع مع عدة دول مع الكيان الإسرائيلي، الآن تحاول أن تعطي هذه الصفة الشرعية لبضائع المستوطنات وغيرها من المواد حتى تستهلك في دول الخليج، وأيضا تشرع من قبل الدول التي كانت تخاف استخدامها نظرا لمنعها من المجتمع الدولي ومجلس الأمن. الآن هذا وكأنه يقال لنتنياهو إنه هذا ما أردته وهذا حلمك، أن يتم ضم الضفة الغربية وأن يتم إبرام صفقة القرن دون الالتفات لأي من مكونات الصفقة. المهم أنك الآن تأخذ ما تريد من هذه الإدارة التي وعدت ولم تخلف، ووعدت وكل وعودها تطبقت، ويبدو أنه سيطلب منه في الأسابيع القادمة أن يخرج ترامب من الأزمة التي هو فيها، كون ترامب ساعد نتنياهو كثيرا في إخراجه من الأزمة وإبراز نتنياهو على أنه بطل التطويع والتطبيع، أنه بطل التركيع للفلسطينيين، أنه بطل ضم الأغوار وضم الضفة الغربية، وهذا أمر أيضا سيكون له تداعيات على حتى إدارة بايدن إن جاءت بعد تنصل ترامب من الانتخابات. يعني الحديث عن الاستيطان وتوسيع دائرته في وقت بدأ الاحتلال إخلاء بعض الأراضي لبناء عدد من الوحدات الاستيطانية، ذلك يعود بنا أيضا يعني إلى يعني توقيت عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، أثمة ربط بينهما؟ كيف تنظر إلى الأمر؟
يدرك جيدا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بغض النظر عما يقودها سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بأن السلطة الفلسطينية لها دور أمني بحت الآن، وحتى ضمن صفقة القرن الضفة الغربية لا تقودها إلا أدوار أمنية ويجب تطبيقها على أنها أدوار أمنية. اللافت في عودة التنسيق الأمني أنه جاء في توقيت إبرام المصالحة في القاهرة وإعلان والتجهيز لإعلان المرسوم بالانتخابات، الانتخابات التي تخافها الأنظمة الدكتاتورية، تخافها الأنظمة التابعة، تخافها أيضا الإدارة الأمريكية في الساحة العربية. والأخطر من ذلك أن التنسيق الأمني يأتي في ظل حالة التهديد خارج حدود فلسطين وفي الجغرافيا، وأيضا يريدون من هذا أن يذهب مربع المصالحة إلى الجحيم وتبقى هيبة وآلية وسبب إنشاء السلطة فقط تنسيقا أمنيا بحتا، خاصة أن الرسالة الإسرائيلية جاءت من منسق أعمال الاحتلال وليست من مستوى سياسي في الكيان الصهيوني. ما هو أثر عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال على جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية؟ الفصائل الفلسطينية واضحة جدا تقول أن خيار التفاوض فشل، خيار السلطة الذي بنيت عليه فشل أمام جبروت الاحتلال وعنصرية الاحتلال وغطرسة الاحتلال، ولا داعي أن نكون مشرذمين ومشتتين وأن يختزل القرار الفلسطيني فقط في يد 3 أو 4 شخصيات. علينا أن نذهب إلى برلمان منتخب، علينا أن نذهب إلى ترتيب البيت الداخلي، إلى ترتيب المقاومة بكل فروعها، الأسلحة الشعبية المسلحة وغير ذلك، وهذا يتطلب موافقة من كل الفصائل على أن تكون هناك مصالحة حقيقية. ما ينسف هذا الجهد الفصائلي ذهب للتنسيق الأمني، أن يكون هناك خيار التنسيق الأمني، وأن الاحتلال يدرك جيدا أنه إذا ذهبنا إلى المصالحة فإن الانتخابات ستجلب مرة أخرى فصائل المقاومة كما حماس التي حازت على نسبة عالية في الأصوات في 2006 وتم تنكر لهذه النتيجة وتم حصارها من الرباعية الدولية على رأسها أمريكا حتى يتسنى لأمن إسرائيل أن يستمر بل ويتمدد، وها نحن نراه شكرا. في الخليج ونراه خارج الحدود التي كانت إسرائيل تحلم بها. شكرا لك أستاذ محمد الغيق الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من الضفة الغربية.